السلام عليكم دكتور قادر الفوزية، اختصاصية في الأنف والأذن والحنجرة وفي اضطراب النوم. شحال من الناس تيسولوني واش المشكل ديال الشخير واش هو مرض؟ بالنسبة للأطفال يمكننا نقولوا أنه مرض، حيت الشخير عند الدراري ما تيكونش طبيعي. بالأغلبية ديال الأحيان تيكون اللوزات منفوخين بزاف ديال الحلق، تيكون الجلود في النيف هما اللي تيتسبب لهم في هذا الشخير هذا. وإلا داك الشخير ما تعالج تيمكن يأثر وإما على النمو ديال الدراري وإما على الدراسة ديالو، حيت ما تينعش مزيان ما تيركزش مزيان. لأجل هذا أي دري كان تيشخر خص ولا بد يمشيو لعند الطبيب بالأخص الاختصاصيين ديال الأنف والحنجرة باش يشوف واش خصو يدير العملية على الحلاقم وعلى الجلود ويداويهم. دابا بالنسبة للناس اللي هما كبار مشكل آخر، إلا كان هذاك الشخير ما تيأثرش ولا ما كانش عنده واحد لي كومبليكاسيون اللي هما اقتطاع التنفس خلال النوم ما كاين حتى مشكل. ولكن إذا كان الانسان تيحس براسو في الصباح راسو تيضرو ولا ما تيركش مزيان ولا تيتقلق ولا تجي غفوه النوم على كل سبب، فهذيك الحاله هذيك معناته بين انه راه داك الشخير ديالو طور لواحد الحاله اللي هي مرضيه، لان هو القطاع تنفس خلال النوم. وداك الساعات خصو يشوف الطبيب اللي اختصاصي في امراض النوم باش يدير العلاج ديال هاد القطاع التنفس. بزاف ديال العلاجات موجودين، كاين العمليه، كاين لورتيز دافونسي مانديبولير، كاين لابريسيون بوزيتيف، هادو كلهم الحمد لله موجودين عندنا. المهم هو انه ما يخليش راسو غادي في داك المرض، حيت الا ما داواش غادي يمكن يتسبب عليه ارتفاع الضغط الدموي، يتسبب عليه ديابيت مرض السكر، يمكن يتسبب عليه الغلظ السمنه ولا بزاف ديال الامراض وحده اخرين. لاجل هذا اي واحد مثلا سمع راجلو ولا مراتو تيشخر وتيتوقف بالليل خص ولا بد يمشي يعالج هذا المرض هذا. الاسباب اللي تيجعلوا بان انه الانسان تيكون تيشخر ويطيح في هذا المرض هذا ديال قطاع التنفس هو الغلظ ملي تيكون تيجي، ولا الناس اللي تيدخنوا بزاف بالسيجاريت، ولا الناس اللي تياخذوا الكحول، ولا الناس اللي تيستعملوا داك الادويه ديال النعاس. لاجل هذا الواحد يحاول باش يخلي واحد الوزن اللي هو صحي، مهم بزاف انه يستمر الرياضه، يشوف راسو شنو تياكل، ولا طور داك الشخير يمشي عند الطبيب ويعالج.